في للنشر هذا الأسبوع: من المغرب إلى لبنان، التحرش الجنسي في المدارس بالصوت والصورة. هل سيتمكن اللبناني جميل ريما من القضاء على السرطان فعلاً؟ كلنا يعلم بوجود سن اليأس عند النساء، لكن هل تعلمون أن الرجال أيضاً معرضون لسن اليأس؟ بوس الواوا بالإيراني وسحر عيونه بالتنزاني، مين سرق مين؟ للنشر مع طوني خليفي السبت بعد الأخبار على الجديد.